الرابطة اللي فيها الشباب الطيبين، هالرابطة اللي فيها الشباب الطيبين من بقاعنا الغربي ورشية موحدين، هالرابطة اللي فيها الشباب الطيبين من بقاعنا الغربي ورشية موحدين، اجتمعوا عكلمة صدق عكلمة حنين، والخير منهم طلع شمال ويمين. يا سندريلا يا سندريلا اطلعي بالحاضرين، يا صنوبرة بترهش ثقافي وياسمين، درستي عن الإرهاب شي عدة سنين، درستي عن الإرهاب شي عدة سنين، وتصارحك بين الحضور السامعين نحن من الإرهاب ما خفنا نهار، من حسنك وطل جمالك خايفين. أترك الكلمة للمحامية الأستاذة سندريلا مريج، تفضل. الإرهاب ما خفنا. طول عمرك. لا العفو مني. مساء الخير. مساء الخير. أهل البقاع الغربي ورشية، أهل الكرم وعنوان الكرامة، أهل عنجر حوش موسى وأرض الرسالة، شرف لي أن أكون بينكم الليلة. إنه من الصعب جداً أن أصف بكلمات مدى تأثري بحفاوة استقبالكم ونقاوة قلوبكم وهذا الحب العامر لديكم لأبناء الوطن أجمع. لافت النجاح الذي تحققه رابطة شباب البقاع الغربي ورشية، إن كان على صعيد الانفتاح أو التعاون مع مختلف أطياف المجتمع السياسي والمدني في سبيل مستقبل واعد لأبناء هذه المنطقة. إنه مشهد الغد المنشود للبنان، غد ترسخ فيه قواعد العيش المشترك المبنية أولاً على الاحترام والمشاركة في العادات واحتضان أفراد وجماعات الوطن التي تجتمع حول مبادئ الوطنية، ولبنان بلد واحد جامع للجميع إلا أعداء الداخل المتواطئين مع أعداء الخارج، المتواطئين أولاً على تدمير لبنان. فلهؤلاء نقتبس من شعاركم، من شعار رابطة شباب البقاع الغربي ورشية، قسم عهد وفاء، لنقول من هنا من عنجر بين أبناء البقاع الغربي ورشية، لنقول قسما بأرواح الشهداء وبدماء الجرحى، عهد علينا مسلمين ومسيحيين أن نقاوم حتى الرمق الأخير، وفاء للبنان السيد الحر المستقل، لبنان الناصر، لبنان الجيش، لبنان الشعب، ولبنان المقاومة. إننا اليوم في مرحلة عصيبة تضرب الشرق الأوسط، تضرب لبنان، والإرهاب وصل حدودنا ووصل الداخل، والجرود المجاورة هنا تشهد على عمليات باسلة يقوم بها الجيش اللبناني وتقوم بها عناصر المقاومة دفاعاً عن هذا الوطن، دفاعاً عن حدودنا، دفاعاً عن لبنان المستقل السيد الحر. أقل حس وطني أن نتضامن ونلتف حول جيشنا وحول مقاومتنا، فلكل من تسول له نفسه أن يظهر لبنان بلد يرضخ للهيمنة، أو أن يظهر لبنان بلد
بلدا حاضن للإرهاب، نقول نحن شعب أبى أن يركع منذ الأزل، فكيف بالحري اليوم والجيش الباسل والمقاومة؟ المقاومة أصبحت أكبر من أن تكون لطائفة معينة أو لمذهب معين، فلها أجيال من الشيعة، من المسيحيين، من السنة وأكثر، وهذا لبنان وأنتم خير مثال.